اهلا وسهلا ومرحبا في حلقه جديده من برنامجنا هي دي مصر. هي دي مصر النهارده معانا اتنين ضيوف بجنب امانه، حاجه جميله جدا. معانا بوسينة المطربه الجميله والفنانه، ومعانا الجميل ياسين، ومعايا زميلي الاعلامي الدكتور ياسر فريد. اهلا بك يا نجله، واهلا بالساده المشاهدين ومتابعين معانا. وان شاء الله باذن الله في برنامج هي دي مصر بنحاول نشوف براعم مصر ولاد مصر اللي هم منورينا النهارده. معانا بوسينة ومعانا ياسين. بوسينة موهبه في الغناء، ومعانا ياسين هيظهر بقى موهبته ان شاء الله باذن الله معانا على الكاميرا. فان شاء الله باذن الله، واهلا وسهلا بيكم. بوسينة الفنانه الجميله، انا اعرف ان انت عملتي حاجات جميله جدا، وان بابا تعب كتير قوي لحد ما وصلك للمكان اللي انت فيها دلوقتي. فممكن تحكي لنا جزء صغير عن مدى معاناة بابا معاكي؟ يعني عن ايه؟ يعني بابا تعب قد ايه معاكي لحد ما وصلك لكده؟ هو بابي كان بيدربني وبيخليني لما بيدخلني عند دكتور جلال شهاب، هو اللي بيدربني على كل الاغاني. كل يوم لما باجي اجيب اغنيه، يعني لما اجي اخد اغنيه انا عايزه اسجلها او اصورها، بيوديني عنده بيخلي صوتي رائع جدا. فمعاناته انه بيصحيني كل يوم بدري عشان المدرسه، والمدرسه كمان بيخلونا اغني اغاني جميله. وكمان لما انا بتاخر او بصحى متاخر وفي ميعاد بيبقى بدري، هو بيصحيني على طول وبيتعب عشان يصحيني. وبعدين لما انا بعيط او بزعل عشان صوتي وحش، بيجيب لي جنزبيل والكلام ده، اللي هو الجنزبيل والاعشاب واليانسون، وبيخلي صوتي جميل قوي. يبقى بوسينة تقول لبابي ايه؟ شكرا جزيلا يا بوبي، وشكرا لتعبك معايا. انت قمر، انت قمر. ميرسي. يعني انت كده بتصحي بدري؟ بتصحي بدري صح؟ اه. يعني صحيان بدري كويس ولا وحش؟ امال اللي بنسمع ان الفنانين ما بيصحوش بدري؟ عشان ممكن في ناس بتنام متاخر، عشان ممكن عندهم مسلسلات او اغاني وكده، فبيروحوا متاخر فبيناموا متاخر، فعادي يصحوا متاخر. طب كويس، يعني انت بتنامي بدري وتصحي بدري. أوه. صح؟ اه. نرجع لياسين وبعدين نرجع لك تاني. تمام. ازيك يا ياسين؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. اسمك ياسين؟ اه. ياسين ايه؟ ياسين طارق محمد الجمال. منين ياسين؟ منين؟ من الجيزة. جيزة. اه. طب انت عايز تطلع ايه يا ياسين؟ طيار مره واحده، ظابط طيار يعني؟ اه. ليه؟ عشان ادافع عن المدينه. تدافع عن المدينه اللي انت قاعد فيها؟ مش الجمهوريه كلها يعني؟ عشان تدافع عن مصر؟ عن مصر والمدينه وبلد. وتدافع عن البلد كلها؟ تبقى طيار كويس ما تخافش؟ عندك مواهب كده؟ تحب حاجه ولا؟ تماما. بتنام وتسمي. ايه؟ ما اجيب العربيه عليها وهي تخاف منها وتجري على طول. اه، يعني انت بتجيب العربيه كده وهي تخاف وتجري منك؟ اكنها صرصار. اكنها صرصار. بتحبي مامي قد ايه؟ ماما نحبها قد السن كلها وبابا. الله، انت جميل. ارجع بقى لورا كده، ارجع لورا كده واقعد كده بقى. الله الله، تسمع الكلام. طب نشوف بوسينة كده، تسمعينا حاجة يا بوسينة ممكن؟ علي دي نجاة الصغيرة. ما الله، قولي بقى يا بوسينة. عايزك بقى تمتعي بقى السادة المشاهدين كده، وتخلي الملحنين كده يجروا عليكي بعد البرنامج كده، يقولوا هاتوا لنا بوسينة. دكتور ياسر، بوسينة رائعة، انت هتنبهر دلوقتي. علي دي يا قلوب متدارية، يا مجرح الورد أيادي، حتى الجنينية. علي دي يا قلوب متدارية، يا مجرح الورد أيادي، حتى الجنينية. يا ما شفنا في عيون حلوين حكايات القلب المسكين، يا ما شفنا في عيون حلوين حكايات القلب المسكين، يا ما شفنا في عيون حلوين
حكايات القلب المسكين، ياما شفنا في عيون حلوين، حكايات القلب المسكين، أولها ورد وياسمين وآخرها انجرح الياسمين، أولها ورد وياسمين وآخرها انجرح الياسمين. الله 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 الله، رائعة. أنا بعشق صوتك يا أبو سعيد. ميرسي، ربنا يخليكي. بعشقه. ميرسي. عشان أنت جميلة وصوتك جميل وكل حاجة فيكي جميلة، حتى لبسك جميل. بجد؟ بجد. ميرسي. إيه رأيك يا ياسين؟ وأنت إيه رأيك يا ياسين؟ إيه رأيك؟ تنفع؟ ما ينفعش. هي تنفع؟ إحنا عايزين ياسين يقول حاجة بقى. يا بيعرف يغني ياسين؟ محمد نبينا مش لسه مغنيها لي بره دلوقتي؟ يلا غني. يلا. حاضر. يلا حبيبي. اديله المايك. تاخد المايك ده، ما هو معاه مايك. اه انت عايز تمسكه امسكه، مش هقول لك لا. اي حاجه قول، اي حاجه. اه احنا مش دلوقتي عايز؟ ياسين. ياسين النهارده جاي معانا عشان خاطر ياسين هو لسه خجول عشان اول مره يبقى على الكاميرا، فاحنا ولد جميل وحاجه شيك قوي، وماما وبابا بيشجعوه عشان خاطر بكره نلاقي ياسين في اعلان كويس. نلاقيه ممثل كده برضو، مش كده برضو؟ خلاص نستسمح كده الاستاذه نجلاء وندي له المايك كده نشوف ياسين هيقول ايه كده. لا ماشي عشان نسمع صوته. ايه في ايه؟ ايه ده؟ طب بص ياسين، نسمع ابو سينا في اغنيه ثانيه ونرجع ثاني لياسين. يلا يا ابو سينا. أغنية فرنساوي اسمها كوميدي مامو. Maman me dit dis merci, maman me dit fais attention, maman me dit reste ici, maman me dit dis pardon. Et quand maman me dit oui, je dis non pour faire comme si. Et quand maman me dit non, je dis oui et faire du sang. Maman me dit tout chez soi, ce ne doit faire pas. Je te mets faire toutes ces choses, fais de moi. Maman me dit, fais ça, fais ci. Maman me dit, que me dit maman? Maman me dit, fais ça, fais ci. Maman me dit, que me dit maman? Que me dit maman? Allah, Allah. رائعة بجد، بتهزني من جوه. الجمهور بقى هيعمل ايه؟ بصي احنا ابو سينا اللي احنا معاه النهارده دي، يا ترى بكره هنضرب معاكي؟ انا حاسه انك بتبقي حاجه كبيره قوي يا ابو سينا بجد. وسمعت انك بتمثلي؟ بمثل. يعني ممكن تعملي لنا حاجه كده على السريع؟ انت متعدده المواهب بقى. امال ايه؟ طب انت قبل ما تمثلي كده اتعلمتي فرنساوي فين؟ كتير. مدرسه الفرنساوي اولا في الحضانه كنت بدرس فرنساوي، وبعدين دخلت مدرسه فرنساوي. في 5 سنين تعلمت كل الفرنساوي. يعني تقدري تقولي بقى كده لاصحابك كده وزمايلك اللي هم ما تعلموش يلحقوا يتعلموا؟ هو لما يتعلموا الفرنساوي هو يعني لازم نشوف على جوجل وكتب، في كتب فرنساوي هي بتعلمنا الفرنساوي، واللي مش عارف يقرا هو هيجيب جوجل ويكتب الجملة اللي عايز يترجمها بالفرنساوي. كل حاجة هتجيله بتحب ايه؟ بحب الفراخ بالكاتشب. بتحب الفراخ بالكاتشب؟ هنجيب لك فرخة يا سيدي، هنجيب لك فرخة. طب بتحب ايه تاني؟ استنى هيتكلم اهو. بتحب ايه تاني؟ بحب المحشي. والمحشي. طب بما ان احنا بنحب الفراخ بالكاتشب، يا ريت بقى حد يكون فاتح حاجه فراخ بالكاتشب كده ويعمل له اعلان. هنكلم له مدير الانتاج يجيب له فراخ. طب قولي ياسين، انت عايز تبقى ايه تاني غير الطيار؟ ضابط. ما هو الطيار ضابط، ضابط طيار. عايز تبقى في الجيش؟ هو شكله عايز الفرخه ويخلع، صح؟ طب انت بتحبي مين؟ المايك. ايه؟ المايك. ما هو المايك، ما انت قلت لك تعرف تغني مش عارف تغني، عايز تغني ولا مش هتغني ولا ايه؟ مش عاوز اغني. ده ياسين كمان بيقول انا عايز اشتغل في التمثيل وبعرف امثل. انت بتعرف تمثل يا ياسين؟ طب اقول ايه يعني، ما بابا قال لي ايه المس بتقوله لك قول. المس بتقوله لك قول. يلا واحنا نسمعه. قول يعني. قول ايه؟
قول ايه؟ انت حافظ ايه؟ انت حافظ ايه؟ حافظ طيب محمد نبيل وذهب الليل. طب يلا نقول ذهب الليل. جميله ذهب الليل. يلا سامح حالي. يلا طب انا عاوز ميه. اتفضل الميه. يلا مش هنزعلك. شفت بوسينه جميله ازاي؟ هي هتمسك لك المايك وانت غني. علميه بوسينه. ايه رايك تعرفي تغنيها معايا يا بوسينه؟ هي ايه؟ ذهب الليل. لا انا دي مش حافظاها. مش حافظاها؟ طيب. طب يلا قول. قول يا سي. بس انا عاوز امسكه في ايدي. طب امسك في امسك في ايدك المايك. يلا امسك المايك. يلا يلا. يلا قول بقى ذهب الليل. قرب بقى المايك كده بقى. قرب بقى. يلا قول ذهب الليل. يلا. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صو 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 شاف القطة لها بس بس قالت له نو نو ماما قالت له سيب القطة وخلاها في حالها سمى ترست ورمى كرست وراح شكلها قامت القطة خربشة ايده لما مسكت لها وقت كزال وإن نسمعش كلمة ماما تقولها. انت قمر بجد بجد قمر. تعرف تغني ايه تاني بقى؟ محمد نبينا بس نصها. مش ايه؟ قول نصها. قول نصها. يلا. محمد نبينا أموي آمينة وعبد الله مرآت الله. نقول آية الكرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حافظها بس حافظها شوية بس. طب نقول شوية اللي احنا حافظينها بصوت بقى عالي كده احنا رجالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه. إلا مما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يئوده حفظهما. يا عم انت رائعه. ما انت جميله اهو بتتكلم اهو. ايه الجمال ده؟ انت قمر. هو مستني على ما يسخن صح؟ انت كنت عايز تسخن بس. صح؟ هو اللي عاوز ايه؟ انا شاطر؟ طيب. انا بتحرك. انت بتحرك؟ طيب. لا بس احنا خلاص بقينا اصحاب. مش احنا بقينا اصحاب؟ ليه؟ يعني هتظهر معايا تانية ولا هتيجي معايا تانية؟ هاجي تاني. وتقول عايز اروح هناك؟ قول قول يا بابي انا هاجي تاني. يا بابا هاجي تاني. ماشي. طيب احنا عايزين بقى. انتوا بتحبوا مصر؟ جدا بحبها. طيب. انا لما اتعلم لغات غير اللغه العربيه انفع بها مصر ولا ما ينفعش بها مصر؟ هو تشتغل ولا ايه؟ انفع بها مصر ولا ما ينفعش مصر لما بتعلم لغات كتير؟ يعني اتعلم الانجليزي. انت اتعلمت فرنساوي وتعلمت كل اللغات. ينفع ان احنا نخدم بلدنا واحنا متعلمين لغه تانية؟ طبعا عشان لو في اي حد عايز يترجم ب يعني عايز بلغه ثانيه. طيب احنا دلوقتي لحظه يا سين عشان دلوقتي مع وسيم هنقول حاجه. دلوقتي هنقول حاجه فاصل ونعود وفي الفاصل هنسمع الاغنيه بتاعت بوسينا. شكرا. ورجعنا مره اخرى في برنامجنا. برنامج اسمه ايه؟ هي دي مصر. هي دي مصر. ومعانا تاني من اول وجديد بوسينة الجميله ومعانا ياسين. وبعد ما سمعنا الاغنيه الجميله من بوسينة وقولي لي بقى يا بوسينة انت اكيد حساسه قوي. الفن ده احساس وبيبقى فيه الانسان بقى حاسس كده بمشاعر تانية غريبه كده ما بتلهاش دعوه بالطب بالسن دي لا طفل ولا غير طفل. لما بتيجي تغني بتحسي بايه بقى؟ بتحسي انك في عالم تاني بقى وجو تاني ودنيا تانية ولا بتحسي في ايه؟ لا انا بحس. احنا لسه هنغني؟ ماشي يلا يلا. ايه؟ ماشي اوكي. اتفضلي. غني؟ لا قولي لي احساسك. احساسي؟ يعني انا لما باجي اغني مايك بسرعة. مايك كلمي.
انا لما بغني بحس اني في عالم تاني، يعني انا بحس اني على المسرح وبغني مش في البيت ولا الله. في اي حته، في المسرح او في ماشيين في العربيه لقينا بابا نوي. الله، لقينا بابا نوي، ماشي اوكي. والى هنا نختم حلقتنا في هي دي مصر مع حلقه جديده ويوم جديد، والسلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين، وهي دي مصر، واهلا وسهلا بيكم. وشكرا يا جميله، فنانتنا الجميله بوسينه اللي هي نورتنا. شكرا يا ياسين، نورتونا وشرفتونا، واهلا وسهلا بيكم. دكتور ياسين تعيش، نورت الدنيا يعني. باي. باي. وبنشكر الاستاذ اشرف خلف على رعايه البرنامج هي دي مصر. شكرا.